السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنبتدي بقى الدرس الثاني في الوحدة الأولى اللي هي بتتكلم على الأسس والجذور. نتكلم طبعا احنا لسه بنتكلم على جزء جزء في الوحدة اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي ايه بقى بعد أولويات العمليات اللي احنا خدناها قبل كده. وقلنا أولويات العمليات اللي هي الأولوية دي الأول قلنا في عندي أربع عمليات أساسية بجانب الأقواس. قلنا الأقواس نمرة واحد بتيجي بعد كده العمليات اللي هي الجمع والطرح ضرب وتقسيم. قلنا الضرب والتقسيم أقوى بتيجي في الأول وبعد كده الجمع والطرح بتيجي بعد كده. قلنا الضرب والتقسيم نفس القوة فبيبقى عبارة عن اللي بيجي الأول هو ده اللي بيبتدي بيه. الجمع والطرح اللي يجي برضه الأول نبتدي بيه بس لما بيبقى فيه عندي قوتين كبار اللي هما قوة الضرب والتقسيم العيلة بتاعت الضرب والتقسيم والعيلة بتاعت الجمع والطرح لا الضرب والتقسيم أقوى. يبقى الترتيب بتاعنا أقواس نمرة واحد لو موجودة بعد كده الضرب والتقسيم نمرة اتنين وبعد كده نبتدي بالأول فيهم لو هما الاتنين موجودين بعد كده الجمع والطرح وبرضه بنبتدي باللي يجي الأول لو هما الاتنين موجودين. طب تعالى نشوف مع بعض نبتدي بقى نكبر شوية ونشوف حاجة اسمها الأسس. طبعا احنا عندنا لكل علم ليه شكل مميز يعني بتفتح مثلا كتاب الانجليزي بتشوف الحروف والقواعد فبتقول ده كتاب لغه انجليزيه بتشوف كتاب لغه عربيه بتشوف كتاب كيمياء برموز الكيمياء والعلوم والعلوم الاخرى كلها يعني انت فتحت كتاب مثلا تلاقي مثلا كتاب زي العلوم بتعرف ان هو علوم عن طريق التجارب والايه والرموز بتاعه الايه العناصر وكده. طب الرياضيات لازم تبقى ليها شأن برضه لوحدها وليها ميزة لوحدها بحيث ان مش اي حد برضه يبقى اي علم لا لازم تبقى مميزة وليها شكل مميز ما تبقاش كده عادي. فقالوا لا خلاص احنا هنبتدي نخترع من دلوقتي عمليات لها اشكال ورموز والاشكال والرموز دي احنا اللي بنتفق عليها والباقي يتبعنا يشوفها بس لازم يدرسها الاول عشان يعرف. فهنا بدأ اول حاجة بالعمليات اللي عندنا اللي هي بالنسبة للأسس. ايه الاسس دي وايه حكايتها ويعني فايدتها ايه؟ اولا كلمه الاسس دي جت عن طريق ان هي عباره عن حاجه مبنيه على شيء يعني شيء مبني على شيء. طب ايه الشيء مبني على شيء؟ قال الاسس دي طريقه بتستخدم في الرياضيات بيكتب بيها الارقام بطريقه اخرى بشكل مختلف ولكن بطريقة مختصرة بطريقة ايه؟ مختصرة ومميزة. طيب شروطها ايه وايه هي؟ تعال نشوف مع بعض قبل ما نتكلم على الأسس خالص تعال نشوف حاجة اسمها حاجة مهمة جدا 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 ايه هي الأعداد الأولية. ايه هي الأعداد الأولية؟ طبعا احنا عندنا الأعداد في الأعداد اللي هي الصحيحة وفي الأعداد الطبيعية وفي الأعداد العدل لا احنا بنتكلم على ايه الاعداد الاوليه. طبعا احنا اخذنا قبل كده في نوعيات من الاعداد اللي هي الاعداد الفرديه قلنا الاعداد الفرديه اللي هي الاعداد التي لا تقبل القسم على اثنين. طيب الاعداد الزوجيه هي الاعداد التي تقبل القسم على اثنين. طيب ايه الاعداد الاوليه بقى؟ هل هي زوجيه؟ هل هي فرديه؟ نراجعها كده مع بعض. العدد الاولي ايه هو؟ هو قال لي هو عدد لا يقبل القسمة غير على حاجتين بس. ما ينفعش حاجة واحدة بس لا لازم الحاجتين. لو أكتر ما ينفعش لو أقل ما ينفعش. يبقى العدد الأولي يقبل القسمة على حاجتين. لو حاجة واحدة لأ ثلاث حاجات لأ. إيه هي؟ إيه الحاجتين دول؟ قال العدد الأولي لازم يقبل القسمة على واحد دي نمرة أو واحدة وعلى نفسه. على الواحد وعلى نفسه ولازم يبقى الواحد ونفسه مختلفين. يعني كمثال واحد يقول يا استاذ يعني الواحد مثلا عدد اول هو بيقبل القسم على واحد بيقبل على نفسه بس الاثنين حاجه واحده يبقى مش عدد اول. العدد الاولي اثنين ده زوجي يا استاذ واحنا قلنا مالناش دعوه بزوجي ولا فرد الاثنين عدد اول ولا لا؟ طب تعالى نشوف بيقبل القسم على واحد ايوه بيقبل القسم على نفسه اللي هو الاثنين اثنين تقسيم اثنين فيها واحد ايوه. طب بيقبل القسمة على حاجة تانية عشان يديني عدد صحيح؟ لا يبقى الاثنين عدد أولي، التلاتة عدد أولي، الأربعة لا
ليه؟ ان بتقبل على الواحد، طبعا كل العادات بتقبل على الواحد وتقبل على الاربعه وتقبل على الاثنين، يبقى ثلاث حاجات. احنا قلنا لازم حاجتين بس ولا اقل ولا اكتر. طب ايه هي يا استاذ العادات الاوليه؟ فكرني بيها كده، تعالى نشوفها مع بعض. يلا بنات وبنين كده فكروا معايا، ايه العادات اللي ما بتقبلش القسمه غير على نفسها وعلى الواحد بس؟ احنا قلنا ملاش شرط طبعا بزوج ولا فرد. اول عدد احنا قلنا اثنين، انا اللي قايل لكم عليه، والثلاثه برضه انا اللي قايل لكم عليه. ايه العدد اللي بعد كده؟ اربعه، لا خمسه، ايوه خمسه، لان ما بتقبلش غير على نفسها وواحد. خمسه، السته لا لان بتقبل على نفسها، سته تقسيم سته فيها واحد، وتقسيم سته تقسيم واحد تقبل، تقسم على ثلاثه لا لا لا، بدل اكتر من حاجتين ما ينفعش، لان هي بتبقى القسمه على ستة او على واحد وعلى التلاتة وعلى الاثنين. يبقى اول عدد الاثنين، بعد كده التلاتة، بعد كده الخمسة، بعد كده السبعة، ها التسعة لا، لان بتبقى القسمه على تسعة وعلى واحد وعلى تلاتة، العشرة لا، الحداشر ايوه. يبقى العدد الاولية لو خدناها لحد الحداشر كده، اللي هي الاثنين، التلاتة، الخمسة، السبعة، ال11 و13 وهكذا بقى. طيب اللي يهمنا دلوقتي يبقى العدد الاولي ده لازم تبقى عارف معناه. طيب تعالى نشوف مع بعض، في حاجه اسمها تجزي او تحليل. يعني ايه تجزي او تحليل؟ لما اقول لك حلل الشيء يعني هاتوا الاجزاء الاساسيه، جزأوا، زي مثلا نجيب جهاز مثلا وبقول لك ايه جزأوا، فانت بتجزأ الاجزاء الاساسيه، اه السلكه في حته، الجزء الكهربي في حته، الجزء الميكانيكي في حته، تمام؟ فعلى هنا ديت زي ما انت صغير كنت بتعمل ايه؟ تمسك اللعبه تبوظها، تطلع العجل منها زي العربيه، تطلع العجل منها كل عجله في حته، الموتور في حته، ده اسمه حلل السياره، يعني انت حللتها لزقتها. تعال نشوف مع بعض كده بقى، لسه ما اتكلمناش على الاسس كل ده؟ اه يا استاذ لسه ما اتكلمناش، تعال نشوف بس معانا اول جزئيه اللي هو صفحه 9، بيقول لي نومت ايه؟ احلل الاعداد واكتبها حاصل ضرب عواملها الاولية. ايوه حلل قلنا يعني جزأ، يعني جزأ الرقم يبقى اجزاء صغيرة. طيب واكتبها حاصل ضرب عواملها الاولية. طب احنا قلنا الاعداد الاولية ايه؟ لكن ما قلناش ايه العوامل. لا انت خدتها قبل كده، العوامل اللي هي عبارة عن ايه؟ يعني لما اقول لك 6 بتساوي 3 ضرب 2، الثلاثة ده عامل من عوامل الستة، الاثنين عامل من عوامل الستة. يبقى العوامل هي حواصل الضرب اللي بتديني الرقم. لو قلت لك ايه عوامل العدد 10؟ أنا بقول عوامل ما بقولش عوامل الأولية، أنا قلت عوامل بس. فبنشوف ال 10 عبارة عن 10 ضرب 1، 5 ضرب 2، يبقى ال 10 والواحد والخمسة والاثنين عوامل الرقم 10 أو العدد 10. خلاص؟ يبقى احنا عندنا عوامل يعني اللي هي الحواصل الضرب بتاعت الرقم. طيب عوامل أولية لازم يبقى الأرقام محصورة زي ما احنا قلنا، اللي هي الأرقام اللي احنا قلنا عليها اللي هي الثلاثة، الاثنين، والثلاثة، والخمسة، والسبعة. لحد دلوقتي احنا مش شايفين دول. تعال نشوف مع بعض. فلو مسكنا الثلاثة، الثلاثة ديت عدد أول، يعني مفيش غير ثلاثة واحد، فيها ثلاثة واحد بس. واحد يقول لي ثلاثة ضرب واحد، قلت له لا ما خلي بالك بقى. قال لي عواملها الإيه؟ الأولية، فالواحد مش أولي، الواحد مش عدد أولي، فما أقدرش أكتب ثلاثة ضرب واحد، لازم اللي هكتبه كله يكون أعداد أولية. فيبقى الثلاثة عبارة عن بتساوي كام؟ ثلاثة. ثلاثة واحد. طيب تعال نشوف مع بعض. التسعة، التسعة طبعا ما قلتش عدد أول، لكن أنا عايز أحلله يبقى حواصل ضربه بحيث إن تبقى عدد أولية. إيه التسعة بتساوي كام في كام؟ يديني تسعة، تلاتة ضرب تلاتة، طب ما صح، التلاتة عدد أولي والتلاتة عدد أولي. في حاجة تانية؟ لا. يبقى هنا التسعة فيها كام تلاتة؟ أدي تلاتة ضرب تلاتة. طب السبعة وعشرين، السبعة وعشرين فيها كام بقى؟ لا الأرقام لما تكبر شوية نعملها في جدول، جدول التحليل بتاعنا. ال 27 هنقسمها على عدد أولي، أول عدد أولي هتقبل عليه، فال 27 ما تقبلش على الاثنين، هتقبل على كام؟ 3 العدد الأولي. ال 27 تقسيم 3
فيها كام؟ كام ضرب 3 دي 27 9. طيب لازم يبقى هنا كل العدد اللي هنا دي على اليسار كلها عدد اولي، وانا ماسك التسعة اقسمها على العدد الاولي برضه. التسعة تقسيم ايه العدد الاولي؟ تقدر تقسيم عليه كام؟ 2 ولا 3 ولا 5؟ 9 تبقى العدد 3، يبقى 9 تقسيم 3، 9 تقسيم 3 فيها كام؟ 3. اتبقت 3، فالثلاثة ما تقبلش غير على العدد الاولي واحد بس، هو الحاجة الوحيدة بس اللي هي نفسها اللي هي 3 تقسيم كام؟ 3 فيها كام؟ 1. يبقى 27 اتحللت بقت كام؟ 3 كلها على الاولية اهي، 3 ضرب 3 ضرب 3 كام؟ 3 3 3. طب تعال نشوف ال 81. ال 81 برضو اول عدد تقبل اسم عليه الاثنين؟ لا، لان هي اول عدد فرد. طب تقبل على 3؟ استاذ انا مش عارف، لان ال 3 ممكن تقبل على 3 ممكن تقبلش. فعشان نراجع بقى ازاي يقبل عدد تقسيم 3، قلنا ال 81 هي مكونه من كام رقم؟ رقمين، اللي هي ال 1 وال 80. اجمع الرقمين دول، 1 زائد 8 يديني كام؟ 9. هل ال 9 تقبل تقسيم 3؟ ايوه، يبقى خلاص الرقم يقبل تقسيم 3. يبقى الرقم عشان اعرف ان هو يقبل تقسيم 3 ولا لا، اجمع ارقام واشوف. بعد ما اجمعها زي مثلا 27، 7 وال 2، 7 زائد 2 9 تقبل. طيب 54، 4 زائد 5 9، هو لازم 9 وزائد؟ لا طبعا، بس تقبل اسمع من 3 وخلاص. مثلا بقول لك 12، 2 زائد 1 3، يبقى تقبل اسمع على 3. يبقى هنا بدل مجموع رقمين يقبل اسمع على 3، او مجموع الارقام الموجوده عندك تقبل اسمع على 3، يبقى الرقم بيقبل اسمع على 3. يبقى هنا ال 81 الواحد زائد 8 9 تقسيم 3 تقبل، يبقى هتقبل اسمع 3. طب الواحد 8 تقسيم 3 فيها كام يا استاذ؟ فيها طب تعالى نشوف مع بعض. 8 نعملها اسم مطول احسن، تعالى نعملها اسم مطول. 81 تقسيم 3 عشان تتعود بس تجيبها ازاي. تعالى نشوف مع بعض. ال 81 هنعمل طبعا مضاعفات ال 3 اللي هي 3 6 9 12 15 21 24. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. ناخد اول رقم 8، فين ال 8؟ مش موجوده. اخد رقم الاقل من اللي هو ال 6، يبقى هنا احط 6 وهنا احط فوق 2. اطرح 8 ناقص 6 2، انزل بعد كده ال 1. ال 21 ادور ال 21 اهي، راح منزل 21 وال 7 فوق. 21 ناقص 21 0. قلنا بعد ما صفرت الماتش كده انتهى، المباراه انتهت بعد ما صفرت، حكم صفر، يبقى نشوف الناتج عندي اللي هو كام فوق؟ 27. يبقى ال 81 تقسيم 3 27، اقسمها على العدد الاولي اللي هو تقبل عليه، احنا قلنا 3. 7 زي ما فوق عملناها، 27 تقسيم 3 فيها 9، تقسيم 3 فيها 3، تقسيم 3 فيها كام؟ يبقى ال 81 عبارة عن 3 ضرب 3 ادي واحدة، 2 3 4، 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. طيب يبقى احنا كده حللنا الأعداد وكتبناها فحاصل ضرب أعدادها الأولية اللي هي ال 3، مالناش غير ال 3 بس، ال 9 3 ضرب 3، ال 27 3 مكررة 3 مرات، 81 3 مكرره 4 مرات. ومن هنا قال لي بقى التكرار. الايه؟ التكرار. لقينا ال 81 مكرره 3، ال 3 مكرره كم مره؟ 4 مرات. طب 27 3 مكرره 3 مرات، وال 9 مكرره. الله، من هنا بقى الاسس راحت واخده الحته دي. قالت ايه؟ الاسس قالت احنا عندنا هنا اهوت في حاجه مهمه جدا. الرقم عندي لو مكتوب فيه تكرار تمام بنحوله لصوره اسيه او صوره اسس. نشوفها ازاي مع بعض. قال لي اكتب الاعداد الوارده على الصوره الاسيه. الاعداد اللي احنا عملناها دي نكتبها على الصوره اللي هي الاسيه. طب ازاي اكتبها على الصوره الاسيه؟ قال لي الصوره الاسيه حاجتين. الصوره الاسيه كام؟ حاجتين، مكونه من حاجتين. قال لي رقم موجود تحت ورقم موجود فوق. رقم موجود تحت ورقم موجود ايه؟ فوق.
ازاي يا استاذ الكلام ده؟ تعال نشوف، لان مهما اتكلم مش هيجي الا لما اطبقه. قال لي اهوت لو بصينا اهوت الثلاثه لما لقيناها هنا وحللناها طلعت كام؟ ثلاثه، ثلاثه واحده. فده الاساس بتاع العمليه بتاعتي اللي هي الاعداد الاوليه، اللي ده الاساس ان الثلاثه فيها كام؟ ثلاثه، ثلاثه واحده. فرحت كاتب ثلاثه اهي وعددهم المتكررين كام؟ الثلاثه واحد. فبكتب فوق على اليسار اصغر شويه واكتب واحد. فبسمي هنا بقى ده اسمه ايه؟ اسس. اللي تحت ده اسمه الاساس، واللي فوق الاس، او بنسميه القوه. سميه ايه؟ القوه. يعني كل ما الرقم اللي فوق ده كبر والعدد تحت صعيد، كل ما الرقم يبقى اقوى يبقى اكبر. بس لو العدد تحت طبعا ايه؟ صحيح. فهنا الرقم عندي الاسس مكونه من حاجتين، اساس واس، او اساس وقوه، اساس وايه؟ وقوه. تعال نشوف التسعه، التسعه عندي كام؟ ثلاثه. اثنين ثلاثه. اثنين كام؟ ثلاثه. يبقى هنا اهوت الثلاثه متكرر مرتين، فباخد الرقم اللي متكرر ايه هو؟ الثلاثه، بكتبه مره واحده بس. ده اتفاق ما بيننا، ما حدش يعرفه ده. اللي بره ما يعرفوش، اللي درس الرياضيات بس هو اللي يعرفه. التلاتة اهي، التسعة فيها كام؟ تلاتة، أعداد أولية اهي، خلي بالك. فيها كام؟ اتنين. فهنا نكتب التلاتة مرة واحدة، واكتب فوق على اليسار عددهم كام؟ اتنين. يبقى اللي تحت هو العدد، واللي فوق هو التكرار. بس يكون العدد نفسه، تكرار العدد نفسه. ال 27 3 ضرب 3 ضرب 3، 3 مكرر كم مرة؟ 3 مرات. فبكتب العدد اللي بيتكرر هو ده الأساس، وفوق عدد التكرارات كام؟ 3. بتبقى عدد أصغر شوية، بيتكتب على اليسار أصغر شوية. العدد الأخير 81، لو بصينا ل 81 كم؟ 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3، يعني 3 كم مرة؟ 4 مرات. فهتبقى هنا التلاتة اللي هي اتكررت ادي تلاتة، وفوقيها كام؟ العدد التكرار أربعة. يبقى ال 81 ممكن تتكتب تلاتة، أيوه، وفوق أربعة. طب بتتقرا ازاي يا أستاذ؟ بتتقرا أهي بنقراها تلاتة أس أربعة، تلاتة أس أربعة، تمام؟ أو ممكن نقراها القوة أربعة للعدد تلاتة، القوة أربعة للعدد 3. يبقى ممكن تتكتب بطريقتين، 3 أس 4 أو القوة 4 للعدد 3. القوة 4 للعدد كام؟ 3. يبقى هنا احنا شفنا الأسس شكلها ازاي. يبقى الاسس عندنا عباره عن رقمين، رقم تحت اللي هو الاساس، ورقم فوق اللي هو الاس او القوه. الرقم اللي تحت هو الرقم اللي بيتكرر، اللي فوق عدد الايه؟ التكرارات. تعال نشوف مع بعض كده مثال تاني صغير كده عشان ناكد، او نشاط تاني عشان ناكد المعلومه بتاعتنا. تعال نشوف مع بعض. هنكمل مع بعض كده ونشوف بقى مع بعض كده الاسئله بتيجي ازاي. فهنا بيقول لي هنا النشاط 4 صفحة 10 بيقول لي ايه؟ اكتب اللي هو ألف، اكتب الأعداد الآتية على الصورة الإيه؟ الأسية. ما قاليش بقى أحلل ولا أجيب عوامل ولا أي حاجة. يبقى إحنا هنا الترتيب عشان أجيب الأسس لازم أول حاجة أحلل، بشرط التحليل يكون العوامل الأولية أو تحليل أحللها أشوف إيه اللي متكرر، لأن بعد كده الأسس هتبقى متاحة لكله، مش لازم العدد الأولي في صورة أسس وخلاص. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الأساس اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي حسب طلبه. فبيقول لي هنا اكتب الأعداد الآتية على الصورة الأسية، وسكت، ماليش بقى عوامل أولية ولا غير أولية. تعال نشوف محمد. أول حاجة اعتبرها رقم واحد، 7 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7 بتساوي 7، وراح حاطط لي الأس أو القوة اللي فوقيها مربع يعني يسار،
مش كاتبين في حاجه بكام. فاحنا قلنا الاسس عباره عن جزئين، العدد اللي بيتكرر اللي هو السبعه بيتكتب تحت اللي هو الاساس، ده الاساس اهو، واللي فوق ده اللي هو التكرار اللي هو الايه؟ الاس او القوه. الاس او الايه؟ او القوه المرفوعه عليه. فهنا لو بصينا السبعه متكرر كم مره السبعه؟ 1 2 3 4 5. يبقى هنكتب 7 اس 5. بص بتتقرا ازاي؟ 7 اس 5. احنا قلنا ممكن تتقرا 7 اس 5، 7 ده الاساس العدد اللي بيتكرر، وال5 هو تكرار العدد، عدد تكراره قد ايه؟ متكرر قد ايه؟ او ممكن تتقرا من فوق لتحت، يعني من تحت لفوق 7 اس 5. طب من فوق لتحت القوة 5 الاي للعدد 7. القوة 5 للعدد ايه؟ 7. طب تعالى نشوف اللي بعديه. 32 وراح سايبك انت براحتك، بس حددتك بكام؟ ب 2. يعني لازم يبقى اللي بيتكرر 2، فهنحل العدد الاعداد الاولي ل 2، العدد الاولي. فبنكتب اهي ادي يعني الجدول التحليل بتاعي، واكتب ال 32 واقسم 32 تقسيم كام؟ ها؟ اول حاجة طب اقسم 32 تقسيم 2 يا استاذ، رقم 32 ممكن يبقى كبير عليا شويه، اقسمه ازاي؟ هنعمل قسمه مطوله اهي. ادي 32 تقسيم 2، قلنا هنعمل 2 4 6 8 10، ادي تكرارات لو مش حافظ جدول الضرب 4 5. تعال نشوف مع بعض، لو احتاجنا ممكن نعمل 12، ادي كام؟ 6. تعال نشوف مع بعض. بمسك أول رقم، أول رقم موجود فين عندي هنا؟ شوف لون تاني عشان تبلغ، أدي التلاتة هنا، شوفها هنا مكررة فين أو موجودة هنا فين؟ أهي مش موجودة، فباخد الأقل هنا اللي هو الاتنين، بكتب الاتنين تحت والرقم اللي في الدايرة واحد، بطرح تلاتة ناقص اتنين واحد، بعد كده أنزل بعد كده الرقم اتنين، 12 تقسيم اتنين أشوفها ال 12 فين؟ ال 12 أهي قدامها ستة، ال 12 تحت والستة فوق. 12 ناقص 12 يديني 2 ناقص 2 0، 1 ناقص 1 0، يبقى صفرت انتهت المباراة، يبقى عندي العدد عندي اللي هو الحل كام؟ 16. يبقى هنا 32 تقسيم 2 هيطلع 16. هنقسم على 2، طبعا 16 تقسيم 2 دي معروفة بقى مش محتاجة قسمة مطولة. 16 تقسيم 2 8. اقسم على 2، 8 فيها كام؟ 2 فيها 4. تقسيم 2 الأربعة تقسيم 2، الأربعة فيها كام؟ 2 2. طيب هقسمها على 2 فيها واحدة بس. يبقى هنا الاثنين متكررة كام مرة؟ 1 2 3 4 5، فبنقلها هنا أهو أهو وأكتبها، أدي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، أدي 1 2 3 4 ضرب 2 يبقوا 5. يبقى كل العدد دي لو ضربت في بعض تديني الرقم 32. يبقى هنا العدد ايه الاساس اللي عندي؟ الاساس اللي هو الرقم الاساسي عندي اللي بيتكرر الاثنين او كده اهو. طب بيتكرر كم مره؟ 1 2 3 4 5، بكتب الخمسه فوق على المسطره. طيب تعال نشوف مع بعض كده. يبقى هنا 2 تتقرا 2 اس 5، 2 اس 5 لو من تحت لفوق، لو من فوق لتحت يبقى القوه 5 للعدد 2. يبقى لو قرناها من فوق تتقرا من قوه، لو قرناها من تحت تتقرا بالاساس والاس. رقم 3 بيقول لي 56، طبعا هو مسهل عليا اللي هو محلله عندي ومجزأه. قال لي 56 عباره عن 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 7. الكلام ده صح، لان ال 56 عباره عن 8 ضرب 7، وال 8 عباره عن 2 ضرب 2 ضرب 2. زائد 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8. يبقى احنا جزأنا 8. فالاثنين هنا متكرره كم مره؟ الاساس 2، طب متكرره كم مره؟ 3 مرات، 1 2 3 كده فوق، يبقى 2 اس 3. ضرب كام؟ 7 اس كام؟ 1، لان السبعه متكرره كم مره؟ مره واحده. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده هنا تمرين ومسائل صفحه 12، واعطيني اي الف وباء، بس احنا هناخد منها واحده. قال لي هنا احلل عدد العوامل الاوليه، ادي اول خطوه، يعني اول خطوه احلل العدد العدد الاعداد الاوليه دي نمره واحد. بعد كده بعد ما احللها اكتبها على الصوره الاسيه. يبقى
يبقى احنا هنعمل خطوتين في خطوه واحده. ومختار لي رقم، اخترنا رقم جديد شويه اللي هو 125. هنشوف مع بعض 125 هنحلله ازاي. طبعا 125 احنا قلنا العدد بنجربه هو قال لي الى اعداد الاوليه او عوامله الاوليه. فلما نيجي نقسم لازم شرط يكون عدد ايه اولي، 2 3 5 7. هنقسم على كام؟ طبعا نصيحه مني، ما دام العدد اول وصفر او 5 يبقى على طول يقبل تقسيم 5. اول من على اليمين 0 او 5 يبقى يقبل عدد ايه 5، و5 هتبقى عدد اول. يبقى ال 125 انا هلزقها واحللها هنا على جنب الاول واشوفها هتبقى ازاي. 125 تقسيم 5 انا مش عارف، فقلنا بنعمل قسم مجهول. ادي ال 125، ادي 5، ادي 5، 10، 15، 20، 25، 30، ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6. طبعا اللي احنا بنعمله ده احنا قلنا بيبقى عباره عن، لو انت مش متذكر جدول الضرب بتساعدك يعني. ال 125 اخد اول رقم 1 تقسيم 5 مش هينفع. طيب بعد كده اخد كام بقى؟ ما دام 1 اقل مش هينفع اخد رقمين، 12 تقسيم 5 ادور على ال 12، ال 12 مش موجوده، في 10 وفي 15، اخد الاقل اللي هي 10 ورقم اللي جنبها 2. اطرح 2 ناقص 0 2، 1 ناقص 1 0، انزل بعد كده ال 5. 25 مفيش 25 ادور اهي، في 25 اهي قدامي اهي، يبقى ال 25 وقدامها الرقم 5. اطرح 25 ناقص 25، 5 ناقص 5 0، 2 ناقص 2 0، صفرت انتهت المباراه، يبقى العدد النهائي 25. يبقى لما اقول لك 125 تقسيم 5 تلاقي بكام؟ 25. ما دام اولها 5 هنقسم تاني على 5. 25 تقسيم 5 فيها 5، لان 25 فيها كام؟ 5 فيها 5. تقسيم 5 فيها كام؟ 5 فيها كام؟ 5 1. يبقى ال 125 اول خطوه هعملها اللي هي احللها العوامل الاوليه اللي هي حاصل ضرب العدد اللي موجود عندي اللي هي ال 5 ضرب ال 5 ضرب ال 5، كل ده ضربوا بعض. يبقى هنا 5 ضرب 5 ضرب 5. طب كده كتبناها في العوامل الاوليه. طب انا عايز اجيبها في صوره الاسس، تبقى ازاي؟ اقل سهله جدا، ايه الرقم المتكرر؟ قلت له 5. طيب وفوق على اليسار بكتبها كده التكرار العدد، يتكرر كم مره؟ 1 2 3 4 3 على اليسار اصغر شويه. يبقى هنا العدد 125 يتحول بالصوره الاسيه بقى 5 اس 3، او لو قريناها من فوق القوه 3 للعدد 5. يبقى زي ما احنا شفنا كده الاسس ومبادئ الاسس عندي، ان الاسس بتبقى شكلها رقمين، رقم تحت اللي هو الرقم اللي بيتكرر، وفوق على اليسار بيتكتب برقم صغير شويه اللي هو عدد تكرار العدد ده اتكرر قد ايه. تمام؟ وشفنا امثله كده. فهنا ده بالنسبه للاسس، ودي مبادئ الاسس الاساسيه. هنشوف مع بعض بعد كده ازاي بقى نقارن ما بين الاسس، نعرف مين الكبير ومين الصغير ازاي، على اساس ايه، زي اللي هنشوفه في الحصه اللي جايه ان شاء الله. أتمنى أنكم فهمتوا واستوعبتوا الدرس كويس، وبرضه لسه احنا في البداية لحد ما هنشوف بقى الأسس بقى بقوانينها ازاي أو طريقها ازاي، واحنا لسه بنكبر واحدة واحدة. مع تحيات أستاذ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.